الأزمات والخلافات السياسية سيد عن صلاح إجراء الانتخابات. تتحدث، أما بهذا يجب أن أما بها تصفير، ويجب، وكأن الأمور سلسة جدا في العراق، وبالتالي الكل سيسمع هذا الكلام ويقول لك أوكي راح نجلس مع بعض ونصفر يا سيد صلاح، يعني لغة التخوين بين الأطراف واصلة للسماوات. الآن استمعت قبل قليل كلام السيد عارف الحمامي وهو نائب عن دولة القانون، يعني حتى الحكومة الحالية يصفها بأنها حكومة صدرية، ويصف السيد الكاظمي بأنه ممثل الصدر في الحكومة. بالمقابل السيد مقتدى الصدر يصف المالكي بسبايكر مان قبل أيام بتغريدة، وبالتالي كيف يتوافقون؟ كيف ممكن ينتجون انتخابات جديدة؟ وحتى لو أنتجوا انتخابات جديدة شنو اللي راح يتغير في هذه الانتخابات؟ ما نفس الكتل السياسية ونفس الكيانات السياسية، أنت تغير أسماء فقط؟ نعم. لا نعم، أنا سمعت كلام الأخ النائب، يعني هناك اعتراض على بعض الفقرات. السيد الكاظمي كان اختيار جميع الكتل السياسية بعد أن طرحت أسماء عديدة، تتذكرون أحداث تشرين وما رافقها، ورفضت عديد من الشخصيات، إلى أن وصل الأمر للسيد مصطفى الكاظمي صاحب الفضل الأول والأخير في وصول السيد الكاظمي إلى رئاسة الوزراء، هم التشرينين في وقتها، لأنه لم يتم الاعتراض بشكل كبير على شخص السيد الكاظمي، وبالتالي هو كان اختيار شارع عراقي أو بموافقة وتمرير الشارع العراقي. أما أنه السيد الكاظمي يمثل الصدر، لا أخي هذا الكلام أنا أختلف مع السيد النائب فيما ذكره. السيد الكاظمي لا يمثل كتلة معينة، وهو الرجل معروف للجميع أنه لا ينتمي إلى كتلة بحد ذاتها، قد يكون قريب من بعض الكتل لكن هو لا ينتمي إلى كتلة معينة. أما عن تصفير الأزمات السياسية، أخي إحنا اليوم بسبب ترحيل الأزمات من دورة إلى دورة أخرى، من حكومة إلى حكومة أخرى، ومن مجلس نيابي إلى مجلس آخر، ترحيل هذه الأزمات وصلنا إلى هذه الحالة من الانغلاق السياسي. نعم نحتاج إلى أن الجميع ينبذ خلافاته، الجميع يجلس على طاولة حوار، ومن ثم الوصول إلى مشتركات. هناك اليوم انعدام ثقة، وخاصة خلينا نتكلم بصراحة، بين السيد المالكي والسيد الصدر انعدام ثقة تام. حتى الإطار التنسيقي ما ممكن أنه نحسبه بحساب واحد، هناك طرفين أساسيين